مرحبا بكم معايا من جديد. كما العادة فيديو جديد على القناة، كنتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم غادي نشارك معكم الوصفة ديالي الخاصة في تحضير دجاج كنتاكي بواحد الطريقة اللي جد سهلة ومبسطة. كنتمنى إلا عجبتكم الوصفة بالطبع تفارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم وما تبخلوش عليا باللي لايك. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفة هادي، عندي أفخاد ديجا مرقدين في الملحة والحامض وسكنجبير. غادي نحتاج نصف كيس خميرة الحلويات كما كتشوفوا، كذلك غادي نحتاج معلقة ديال التومة بودر، سكنجبير، معلقة ديال البابريكا منسمة بالأعشاب المنسمة، نحتاج العطرية ديال الدجاج تقريبا معلقة صغيرة، غنحتاج البزار نص معلقة، وغادي نحتاج البنات هنا الملح الصينية، راه كتعطيه واحد المذاق اللي هو رائع، هي اللي كيستعملوها كاع لي غيستورون في الوصفات ديالهم، كتكون على هذا الشكل هذا. 250 غرام انا كنت شريتها جو بونس ب 20 درهم، و 500 غرام يمكن كان قال لي بشي 40 درهم. غنحتاج الكوري، وغادي نحتاج الاعشاب المنسمه اللي فيها الزعتر، الزعتره، الريحان، ازير، الفلفله يابسه، مطيشه يابسه كذلك، حتى هي كتعطيها واحد لوك اللي هو زوين. راني خديتها البنات درتها في نص كاس ديال الماء مع واحد كنوره وخليتهم طابو تقريبا واحد القسم، ومن بعد صفيتهم على هذا الشكل هذا باش ما يبقاوش دوك الشوائب يلصقوا لي في الدجاج ديالي. المهم هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو الوصفه. غادي ندوزو، خليكم معايا، خاصكم البنات تبعوا المراحل من الاول الى الاخر باش تنجح معكم الوصفه. الوصفه خصها يعني المراحل ديالها كامله و 100% غادي تنجح معكم بحال المطاعم او احسن. غادي ناخذ العطريه ديالي كالتالي، غادي نديرها في هذا الاناء هذا كما كتشوفوا. انا خديت معلقه ديال سكنجبير، معلقه ديال البابريكا ولا التحميره، وغادي ناخذ معلقه ديال الابزار كذلك، غادي ناخذ ملعقه ولا نصف ملعقه ديال الثوم بودر، واللي ما عندوش البنات واللي ما توفرت لهاش الثوم بودر تكتفي بالثوم العاديه، واللي عندها حتى البصل بودر كتجي حتى هي رائعه. كذلك غادي نزيد الملح الصينيه كتعطيها واحد المذاق هائل، الا ما توفرتش كذلك تقدروا تستغناو عليها البنات. بالنسبه للكوري كيعطي واحد المذاق حتى هو زوين وكيتواتى بزاف مع الدجاج. بالنسبه للخميره ديال الحلوه كتفتي الدجاج بواحد الطريقه، هي والحليب ولا دانون مسوس، واحد الطريقه رهيبه كتفتيه، كتردو هشيش بزاف. غادي نزيد هذيك الماغينات اللي وجدت بالاعشاب المنسمه على هذا الشكل هذا، وغادي نحرك البنات هاد المكونات عندي على هاد الشكل هذا حتى ينسجم لي هاد الخليط هذا مع بعضياته. المهم كما كتشوفوا من بعد ما غادي نخلط هاد المكونات كاملين، نسيت البنات ما قلتلكمش في المكونات لا كريم فريش، نسيتها، ولا اللي ما توفرش لا كريم فريش يقدر يدير حتى الحليب كيعطيها مذاق اللي ما عندوش لا كريم فريش. هنا زدت انا تقريبا هنا نص كاس ديال لا كريم فريش، وغادي نحرك هاد الماغيناد هادي مزيان. بالطبع غادي ناخذ البنات كما ولفتكم ديما كنشارك معكم الوصفه كما هي، يعني ما كنزربش الفيديو بحربش تستافدوا مزيان من الوصفه وبكل تفاصيلها بدقه باش تنجح معكم. كناخذ الفخيضات ديالي على هاد الشكل هذا، كنبيكيهم بهاد الكيوردون هذا على هاد الشكل هذا، خاصو ضروري تبيكا مزيان البنات. واحد الحاجه اللي بغات واحد الطريقه اخرى، تقدر تاخذ هاد الفخيضات هادو وتفورهم تعطيهم واحد القسمين عاد ديرهم في هاد لاصوص، سينو ديروا الطريقه ديالي، راها هاد الطريقه هادي راها كتجي بها كيجيو بها افخاد كنتاكي بواحد الطريقه رهيبه جدا. المهم بالنسبه اللي ما توفرتش على الكيردون تقدر تاخذ حتى سكين، انا غادي نوريكم الطريقه ديالو، حتى هو كتبيكيو به اي بحال باش تدخل ديك لاصوص. هاد الدور ديال هاد لي بيك اللي كنديرو في الفخيضات كيخلي لاصوص تدخل مزيان للفخيضات ديالنا. خديت الموس على هاد الشكل هذا، كنبيكي به الدجاج ديالي مزيان على هاد الشكل، و
ودابا غادي نديرهم في هاد الماغيناد هادو على هاد الشكل كيما كتشوفوا. المهم من بعد ما ساليت الفخيدات ديالي غادي ناخذهم غنحتفظ بيهم في هاد البواط هادي ديال البنات، هادي كندخلها انا للثلاجه. غادي نحتفظ بهم على الاقل على الاقل على الاقل 12 ساعه انا البنات غادي نحتفظ بهم. المهم دابا غنحتفظ بها البنات في الثلاجه على الاقل 12 ساعه. دابا المكونات اللي غادي نحتاجو لباقي الوصفه، بعدا نوريكم الدجاج ديالي من اللي خرجتهم من الثلاجه كي كيكون كيكون على هذا الشكل هذا، يعني كي بحال اللي كيجمد واحد شويه. المهم المكونات اللي غنحتاجو، غنحتاج معلقه الابزار، معلقه ديال الثومه بودر، بابريكا معلقه، معلقه ديال العطريه ديال الدجاج، معلقه سكنجبير، ومعلقه ديال الكيغي. بالنسبه هاد المقادير البنات غادي بحال غنديروا معلقه معلقه. المهم غادي نحتاج عندي هنا 400 غرام ديال الطحين قسمتها على جوج، وغنحتاج كاس ديال النشا ديال البطاطا كتكون على هذا الشكل هذا، يعني غنحتاجوها في هذه الوصفه هذه. غادي نحتاجو واحد نص خماره، وغادي نحتاجو الملح الصينيه كما العاده، وواحد البيضه. دابا غادي ندوزو باش نكملو الوصفه ديالنا. غادي ناخذ هذا الطحين هذا الاول، غادي نزيد عليه كاس ديال النشا. الا ما توفرت لكمش النشا ديال البطاطا البنات تقدروا ديروا النشا ديال الذره، غير النشا ديال البطاطا كيعطيها واحد القرمشه زوينه بزاف، داكشي علاش انا استعملته كان عندي متواجد في الدار. كذلك غادي ندير واحد المعلقه ونص ديال الملح الصينيه كما قلت لكم سابقا كتعطيها المذاق. غادي نبقى ندير البنات في الطحين، يعني في الاناء الاول والاناء الثاني. غادي ندير معلقه مثلا ديال العطريه ديال الدجاج هنا، ومعلقه هنا، حتى غادي نسالي المكونات اللي عندي كما كتشوفوا. يعني راه باقي لي هنايا الكوري سكنجبير، المهم باقي المكونات كاملين غادي نديروهم في هاد الطحين اللي عندنا كما كتشوفوا. المهم البنات من بعد ما وضعت العطريه ديالي في الطحين في الاناء الاول والاناء الثاني، كندوز باش نمزج العناصر كالتالي. كنخلط هاد الطحين مع المكونات حتى كينسجموا مع بعضهم البعض، يعني خصهم يكونوا ضروري منسجمين باش ما يعطونيش دوك الكويرات فاش نبغي نقلي الفخيدات ديالي ما يكونش عندي شي مشكل. المهم بالنسبه للطحين ديالي الثاني مازال غادي نزيد فيه واحد الخماره حمراء كما كتشوفوا، وغادي نزيد فيها البنات حتى البيضه اللي بقات لي من المكونات. غادي نخلط الخليط ديالي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. من بعد غادي نزيد البيضه ديالي، وغادي نزيد واحد الكاس ديال الماء تقريبا، وغادي نخلطه. كي كتكون البنات لا تيكستور ديالهم بحال اللي غادي ديروا البانكيك ولا بغير، يعني خصو ماشي ثقيل ماشي خفيف، خصو يكون على هذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا معايا. وغادي نحتفظ بها البنات جانبا، نخليه يرتاح واحد على الاقل واحد ربع ساعه عاد نبدا نخدم به. هاد لا تيكستور هادي خصها تكون على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ماشي جاريه ماشي قاصحه. المهم البنات دابا غنحتفظ بها. المهم غادي نخدموها البنات على هاد الطريقه هادي. من بعد ما كنخلطوه مزيان كان في داك الماغينات، غادي نهزو وغادي نديرو في داك الطحين اللي صايبت معكم من قبل على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غادي تتبعوا نفس الطريقه حتى نساليو هاد الفخيدات اللي عندنا. المهم البنات من بعد ما نساليوهم يا اما نديروهم في الثلاجه يرتاحوا على الاقل واحد القسمين، يا اما نخليهم يرتاحوا على برا. المهم انا من بعد ما ارتاحوا لي الفخيدات ديالي كنسخن الزيت، كنخليهم البنات ياخذوا الوقت ديالهم الكافي، يعني نقصوا لهم البوطه شويه. راه ما غاديش يشربوا لكم الزيت لحقاش ديجا درنا فيهم النشا والخماره، ما غاديش يهزوا الزيت، يعطيوهم الوقت حيت ليكويس كياخذوا شويه طياب. المهم انا غادي نبدا نقلب فيهم على هذا الشكل هذا، غادي نستناهم البنات حتى غادي يطيبوا مزيان.
عاد غادي نحيدهم. هانتوما الفخيدات فاش كنخليوهم يرتاحوا يعني ما كيبقاش فيهم الطحين، بحال اللي كيفزاقوا وكيعطيو داك القشور اللي كيكون كيبان في دوك لي كويس ديال كينتاكي. يعني هذا هو السر من بين الاسرار اللي كيديروا في دوك لي ريستورون. المهم غادي نكمل الفخيدات ديالي على هذا الشكل، هذا غادي نقليهم. اللي ما بغاتش تقليهم تقدر تحشيهم البنات في الفران، راه حتى الفران كيعطي شكل زوين، غير القليان كيعطي شكل تقريبا بحال ديال كينتاكي. المهم هذا هو الشكل ديالهم البنات من بعد ما وجدوا، كيجيو مقرمشين رائعين طيبين. دابا وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا على المشاهده، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد.